بعد جدل لسنوات الشورى يقر نظام منع زواج القاصرين، وجائزة الملك عبد العزيز تعلن أسماء الفائزين في دورتها 41، وتشاهدون معنا هذا المساء تدشين أول مدرسة حكومية مختلطة في تبوك. مساء الخير، أنا جمال معيقل، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. أعلنت جائزة الملك فيصل أسماء الفائزين في دورتها 41 بفروعها الخمسة: خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب، العلوم. ومنحت الجائزة لأربع علماء من الولايات المتحدة في فرعين مختلفين، بالإضافة إلى حجب جائزة الدراسات الإسلامية. التفاصيل نتابعها بهذا التقرير. خمسة فروع أعلنت من خلالها لجنة الاختيار الفائزين في جائزة الملك فيصل في دورتها 41، في مقدمتها فرع خدمة الإسلام، والتي منحت لجامعة أفريقيا العالمية في السودان، وذلك لجهودها في خدمة الإسلام وتعليم أحكام ونشر اللغة العربية في أفريقيا وما وراء الصحراء. كما قررت لجنة الاختيار للجائزة حجب فرع الدراسات الإسلامية لعدم استيفاء الأعمال المرشحة معايير الفوز بالجائزة. وفي فرع اللغة العربية والأدب، فقد منحت اللجنة الجائزة للدكتور عبد العالي محمد من المملكة المغربية، والدكتور محمود حجازي الأستاذ في جامعة القاهرة. الجائزة تتسم كما أشار سمو الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة الجائزة، تتسم بالحيادية التامة. يتم منح الجائزة بصرف النظر عن الدين أو عن العرق أو عن الجنسية، وهذه مسألة مهمة جدا، ولذلك تجد التنوع، يفوز فيها شخص ينتمي إلى أديان أخرى، وينتمي إلى جغرافية أخرى، وينتمي إلى عرقيات مختلفة، وهذا ما جعل الجائزة تأخذ سمعة علمية وعالمية عالية. وقد منحت لجنة الاختيار في الجائزة أربعة علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، إحداها في فرع الجائزة للطب وفي موضوع بيولوجية هشاشة العظام، بالإضافة إلى فرع العلوم وعن موضوع الكيمياء. هو التنوع دائما موجود من بين، يعني إحنا هذا العام 41، الدورة 41 للجائزة، في هال 41 سنة فازوا من 43 بلد الفائزين حقونا، اللي هم 260 صاروا اليوم يأتون من 43 بلد أو جنسية، خلينا نقول. فالتنوع دائما موجود ويستمر. وتهدف جائزة الملك فيصل بشكل أساسي إلى تأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية، وتحقيق النفع العام للمسلمين، والإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني. قرار الشورى بمنع زواج القاصرات بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. أعلن مجلس الشورى موافقة أعضائه على ضوابط منظمة لزواج القُصّر، تمنع زواج من هم دون سن 15 عاما، وتستلزم إذن المحكمة في حال عقد قران من هم أقل من 18 عاما. الجديد في القرار هو أن لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى رأت رفع العمر إلى 18 عاما بما يتوافق مع نظام حماية الطفل، وهذه الضوابط من شأنها حماية الأسرة، والحد أيضا من ارتفاع معدلات الطلاق.
معي لنقاش هذا الموضوع وتفاصيل أكثر حول هذا القرار الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى. مساء الخير دكتورة. يا مساء النور. حياك الله دكتورة. بداية نبغى نعرف طبيعة هذه الضوابط، هو ضوابط أم قرار أم نظام، وش ممكن يسمى بالضبط؟ الحقيقة أنها ضوابط، يعني اتفق المجلس على تسميتها ضوابط للزواج المبكر، فهي ليست نظام. طبعا يعني كما تعلمون وافق مجلس الشورى بالأمس على هذه الضوابط، وقد تضمنت بداخلها توصيتين وقائمة بضوابط متعددة. التوصية الأولى كما ذكرت قصر عقد النكاح لمن دون 18 عاما ذكور أم إناث، ذكر أم أنثى، على المحكمة المختصة أو من يقوم مقامها وفق الضوابط. والتوصية الثانية المنع لعقد النكاح لمن لم يتم 15 عاما ذكر كان أم أنثى، وهناك طبعا قائمة ضوابط لها. وش الضوابط اللي تضمن اليوم يا دكتورة أنه عملية عقد النكاح لن تتم؟ هل في ضوابط محددة؟ تفضلي. طبعا يعني البعض يتساءل ما معنى ذا، ما معنى هذا؟ يعني معنى هذه الضوابط والموافقة على هذه التوصيات، وأولا أن أي عقد قران لمن دون 15 عاما سواء فتى أو فتاة، يعني مش فقط للفتيات، لا حتى للفتيان للشباب، يعتبر غير رسمي ممنوع، لن أي عقد من هذا النوع سيكون مخالف. أما الأعمار من بداية 15 إلى نهاية 17 سواء فتى أو فتاة، هذا يقتصر على المحاكم المختصة اللي هي ماذا؟ محاكم الأحوال طبعا، فتقتصر عليها. بالتالي مأذوني عقود الأنكحة يمنعوا من تزويج لعمرهم 17 عام فما دون، وأي مخالفات طبعا سيعاقبون عليه. اللي عمره 18 عام فأكثر سواء أيضا فتى أو فتاة، لا توجد عليه شروط غير الشروط الشرعية. وش العقوبات اللي تترتب في حال مخالفة الشيء دكتور اليوم، سواء من قبل مأذوني الأنكحة أو حتى أولياء الأمور؟ في عقوبات محددة مخصوصة؟ تفضلي. هناك جوانب في نظام حماية حقوق الطفل واللوائح التابعة له، وأعتقد وزير العدل وجه بتوجيهات اتفاقية في هذا الشأن، فيمكن أن يرفع بهم عقوبات تأديبية، طبعا هذا متروك لوزارة العدل. لكن الضوابط اللي المجلس، وأنا هناك عدة ضوابط، لكن من أهم هذه الضوابط اللي لحفظ الحقوق كان مثلا التحقق من موافقة الفتاة أو الفتاة على الزواج نفسه، يعني هناك إقرار ويكون أمام القاضي، سماع لرأي الوالدة، تناسب العمر، اللي كثير قال التناسب العمري معروف أنه هناك يعني زيزات يحصل فيها استغلال لبعض اللي أعمارهم صغيرة ويزوجوهم لكبير لمصالح لأولياء الأمور وهكذا، فهنا التناسب العمري ضروري. يتأكد القاضي أيضا أن الفتاة والفتاة لديهم اجتماع جسمي وعقلي، والزواج لا يشكل خطر عليهم من خلال تقارير طبية نفسية اجتماعية متخصصة معتمدة تثبت الأهلية للزواج، تكون من مستشفيات معتمدة من وزارة الصحة، إضافة إلى اشتراط حضور برنامج يعني تأهيل للتعريف بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج. دكتورة، بعض الآراء يعني اللي رصدناها منذ صدور القرار ترى أنه، وهي بعض، أنا أقول بعض الآراء ترى أنه المجلس ضيق واسعا يعني اليوم في جانب شرعي وهو مباح، كيف تعلقين؟ هل أنت مع هذا الرأي؟ هل ترين أنه هذا الرأي صائب؟ والله أنا أعتقد أن المجلس وفق بين آراء مختلفة، راعى الشريعة، راعى تحقيق مقاصدها، راعى أيضا لا تنسى حقوق ومصلحة الفرد أيضا والمجتمع، وأيضا الاتفاقات الدولية كما ذكرتم اللي وافقت اللي صادقت عليها المملكة، وهناك عدة اتفاقيات. فهنا خلينا ننظر إلى المنظور الشرعي، هذا أخذ، لأن أنت شفت أنها يعني لجنة الشؤون الإسلامية، بالعكس يعني كما أولت الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية اهتمامها، أيضا الجوانب الشرعية، فوضع حد أدنى للزواج قد يعارض البعض مفهوم أنه بحجة أن ذلك منع المباح وليس تقييد له. لكن لو نظرت فقهيا المسألة مسألة اختلافية منذ للفقهاء القدامى والمعاصرين، فهناك من أجاز تحديد سن الزواج وتقييده بسن معين، وحديثا طبعا يعني ما هي مرجعيتهم؟ المصلحة، تحقيق المصلحة. حديثا يمكن اطلعنا كلنا على قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
الذي انعقد في المدينة المنورة في سفر قريب يعني 1940 هذا العام، كان قرار زواج الصغيرات. يقول المعول عليه في تحديد سن الزواج هو البلوغ بالسن من 15 إلى 16، وشريعة الإسلام لم تحدد سن إبرام عقد الزواج، أما سن الدخول في الزوجة فهذا يتحدد حسب أحوال الزمان والمكان وصلاحية طرفية العقد الزواج. أيضا أفاد أنه لكل بلد الحق في تحديد السن المناسب للزواج حسب ما يرون لمصلحتهم، وحددوا أنه ما بين سن 15 و16، ولا يجوز شكال تزويج الفتاة بدون هذه الضوابط، ويكون تقدير هذه الضوابط من الأقرباء الثقافية إذا حددوا. وهذا هذه فتوى بس بقيت المسألة مسألة تقدير دكتورة. يعني اليوم أنا لما حيل الموضوع للمحكمة المختصة وتبقى وفقا لتقدير القاضي المحكمة، أنا ما حنا قاعدين نصدر أحكام، لكنها تبقى بس مسألة تقدير، يعني المشكلة لا زالت موجودة. ما في تقديرات، هو عنده قائمة بالشروط. هو الرقم واحد يقول مثلا يلا الوالدة موجودة للإقرار كذا، أنت موجود. طيب التقرير الصحة أين هو؟ هذا من لجنة مختصة من المستشفى. التقرير الأخصائي النفسي والاجتماعي من لجنة مختصة من المستشفى. فماله هو توفرت كل الشروط؟ قال نعم. يعني ما يعني مو للقاضي زي زمان ولا كذا، لا، هذا مرجعيته لجهات محددة متخصصة كل في مجاله. ما عادت مسألة اجتهادية ترى أبدا. وهذا ما نتمنى. الدكتورة إقبال درندري عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك، كانت معنا عبر الهاتف دكتورة تتحدث عن وتحدثنا معها عن إقرار مجلس الشورى لهذه الضوابط المتعلقة بزواج القصر سواء ذكورا أو إناثا للي تحت سن 18 عام. هذه مسألة طويلة وجدل طويل استمر سنوات كثيرة، فيها جوانب شرعي وفيها برضو جوانب أخرى أسرية وصحية. هذا ما يتعلق بنظام الشورى. بعد الفاصل سنناقش أول مدرسة حكومية مختلطة في تبوك مع ضيوفي في الاستوديو والمتحدث كذلك الرسمي لوزارة التعليم. ابقوا معنا. حياكم الله من جديد. دشن سعادة مدير عام تعليم تبوك الأستاذ إبراهيم العمري أول مدرسة طفولة مبكرة حكومية، والتي تم فيها دمج الصف الأول بنين وبنات مع رياض الأطفال في الروضة. تعتبر هذه المرة الأولى على مستوى المملكة بعد قرار دمج رياض الأطفال مع الصفوف أو مع الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي للطلاب والطالبات. خلونا نشوف التقرير بعدين نرجع نفتح تفاصيل هذه المدرسة، كيف بدأت، ما هي نوعية الطلاب الذين تستقبلهم، وما هو مفهوم الطفولة المبكرة. نتابع. دشنت وزارة التعليم أول مدرسة حكومية في مرحلة الطفولة المبكرة، فيها دمج طلاب رياض الأطفال مع طلاب الصف الأول الابتدائي. وتعد هذه المدرسة هي النواة الأولى للمدارس الحكومية التي تشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية التي تتوافق مع هيكلة وزارة التعليم الجديد. ويذكر أن هذه المدرسة الواقعة في مدينة تبوك تشمل البنين والبنات معا، وتضم المدرسة 44 طالبا وطالبة يدرسون في 5 فصول في الصف الأول الابتدائي. وتم تحديد فصول للطلاب وفصول للطالبات بإشراف نخبة من المعلمات المؤهلات. وتعد هذه المرحلة الأولى والتجريبية في دمج طلاب رياض الأطفال مع الصفوف الأولية، بحسب آراء المختصين أن الأطفال في هذا السن يتشابهون في السلوك والاستيعاب، ويحتاجون إلى جهود مركزة في غرس المفاهيم كي يكون الناتج من هذا الدمج ثمرة ترى في الصفوف التي تلي صفوف الدمج. وستشهد المرحلة الثانية توسعا أكبر في افتتاح مدارس الطفولة المبكرة في جميع مدارس الوزارة. محمد العرجاني، يا هلا. شكرا للزميل محمد على هذا التقرير. استضيف معي للحديث حول هذا الموضوع الدكتورة سارة العبد الكريم، أستاذ مساعد بقسم الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود، وينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف الأستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع. مساء الخير دكتورة. شكرا لتلبية
الدعوة. خلينا أول شيء نعرف في لبس عند الناس الموضوع أول شيء الطفولة المبكرة، وش نقصد اليوم موضوع الطفولة المبكرة؟ لأنه كثير من المتابعين للخبر ربط موضوع الطفولة المبكرة في قضية الدمج. وش تعريف الطفولة المبكرة وكيف أثرت اليوم على موضوع الدمج؟ الطفولة المبكرة هي مرحلة عمرية من 0 إلى 8 سنوات. إذن هي تشمل مرحلة ما قبل رياض الأطفال، مرحلة رياض الأطفال، ومرحلة الصفوف الأولية اللي هي صفوف الدنيا. هذه المرحلة تتشابه فيها مواصفات الأطفال، طريقة تفكيرهم، أسلوبهم، منهجيتهم. نعم، الخصائص النمو جدا متشابهة متقاربة، حتى لدرجة لما احنا نقول عن طفل عمره 6 سنين دخل أولى ابتدائي، الخصائص، الصفات، طريقة التفكير، احتياجاته هي احتياجات طفل في رياض الأطفال وليس في مدرسة يعني ابتدائي ويتطلب منه الجلوس على كرسي 45 دقيقة. طفل لا يستطيع في الابتدائي ذلك. فأعتقد أنه حقيقة خطوة مباركة وفي الطريق الصح وفي المسار الصح وفي الاتجاه الصح أن يكون الصفوف الأولية تسيس ويعاد النظر إليها على أنها تدريس أطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بما تناسب مع خصائص نموهم، سواء كانت الفكرية، العقلية، النفسية، الاجتماعية. فهو أرى أنها خطوة جيدة. كيف بينعكس يعني القرار؟ بس يعني خلينا بس نفصل فيه. يعني اليوم لو افترضنا أنه الوضع قائم على ما هو عليه وما صارت عملية الدمج، وفي مدرسة أخرى صارت عملية الدمج، وش النتائج اللي قاعدين نتوقعها احنا اليوم سواء من المدرسة هذه وهذه؟ وش الفرق اللي بيصير؟ سؤال جميل. القرار ما جاء وليد اللحظة، كان مبني على دراسة مطولة من عشرات السنوات، جربت هذه التجربة في كثير من المدارس الأهلية، ما يقارب 60 مدرسة كانت مطبقة على أرض الواقع، أنه صف الأولى والثاني والثالث تدرسها معلمات، وتم مقارنة المخرجات بين اللي تم درس على يد معلمات واللي درس على المدرمين، وجد أن المخرجات كانت أقوى مع المعلمات. فهو في مصلحة الأطفال. بقول لك الحاجة، لما الطفل يتأسس تأسيس سليم، لو نظرنا إلى ميزانية الدولة فهي توفر الكثير عن برامج العلاجية فيما بعد. يتأسس صح نوفر في الميزانية بدل ما نسوي برامج علاجية لمعالجة الضعف اللي حصل لعدم التأسيس الجيد. أنت تربطين نجاح النتائج الحين بوجود المعلمات في العملية التعليمية. المعلمة إحنا ما نعيب الرجال، يعطيهم العافية ما قصروا، لكن تميزت المرأة، ليس الرجل ضعيف، إنما المرأة تميزت لأن خصائصها، سماتها، مقوماتها، صبورة، قادرة على الاحتواء، قادرة أنها تتفهم هذا الطفل، و صبرها وجد أنه كان إيجابي وفعال في احتواء الطفل وخصائصه وقدراته، وخاصة بالنسبة للأولاد اللي لسه طالعين من رياض الأطفال متعودين على طريقة معينة في التدريس، وفجأة 180 درجة تغيرت إلى شيء آخر. يعني أنت قاعدة تقولين يا دكتورة أنه الأطفال اللي كانوا في المراحل الروضة أو التمهيدي أو صف أول وثاني وثالث، لما كانوا يدرسون في مدارس حكومية ويدرسهم معلمين كانت نتائجهم ضعيفة؟ لم تكن ضعيفة، لكن من درس على يد المرأة كانت أقوى. قلتي لما راح المعلمة صارت نتائج أفضل أقوى. ولا يعني ذلك أن من درس على يد الرجل هو ضعيف، إنما كانت نتائج مخرجات المعلمة أقوى بالضرورة. لا، حنقول إذا كانت قوي هذه أقوى فهذه أضعف. لا حنقول قوي أقوى. إذن هنا قوي وهنا أقوى، عشان ما نظلم الرجال، ما نقدر نظلمهم. هذا اجتهادهم، ما قصروا، لكن وجد أن المرأة أقوى في تدريس الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. يعني الآن عملية الدمج هذه يجوز لنا أن نختزلها كلها في أنه إحنا سوينا الدمج عشان يجون يدرسونهم معلمات، ولا إحنا كان هدفنا التركيز على المنهج والخصائص اللي ذكرتيها في البداية؟ هي العملية متكاملية شاملة. إذا نظرنا إلى مخرجات أقوى ونظرنا إلى نظرة الدولة أن يكون فيه تأسيس أقوى، بالتالي برامج علاجية أقل، وتقصدين بالبرامج العلاجية مثلا صعوبات التعلم، مثلا الضعف الدراسي اللي ما تأسس صح
حيتعثر فيما بعد، وبالتالي الدولة مطالبة بأن توفر له برامج تدعم وتساعد لانتشاله من التعثر هذا. هذه كلها فلوس، فلما إحنا نأسس صح من البداية ما يدخل الطفل أو ما نفقد الطفل ويضيع من بين يدينا، يتأسس صح من الأصل. الآن هذه الممارسة أو هذه التجربة كانت مطبقة في مدارس أهلية وبعض المدارس الخاصة وكثيرة كثير، وكانت التجربة يمكن فيها جيدة بعض نتائجها، لكن ليش تأخرت باعتقادك اليوم في مدارس حكومية كل هالفترة؟ الدراسة اللي ذكرتيها أنت قلتي من سنوات قاعد تتم، هل هو بسبب والله عدم قناعة الناس بالمخرجات المتوقعة من موضوع والله الدراسة المختلطة؟ هل هو بسبب عدم قناعة الناس بالمعلمين أو الكادر التعليمي؟ ما أعرف وش السبب وراءه. لو لاحظنا الفترات السنوات القليلة الماضية إحنا دخلنا في تغيرات جذرية كبيرة في المملكة وكلها قوية، لكن كثير منها كان في مصلحة المواطن والدولة، وبالتالي الآن الأرض خصبة لمثل هذا التغير لأنه فيه كثير حاجات تغيرت لكنها للأفضل، ففي تقبل. طيب، وهي خطوة مي بسهلة، خطوة كبيرة. أنا يا دكتورة لو خذيت الكلام اللي ذكرتي وخلينا أرجع بس لبداية حديثك، أنت قلتي أنه في تشابه في المرحلة العمرية هذه. برضو في تشابه في المرحلة العمرية من رابع ابتدائي إلى سادس، برضو في تشابه من أول متوسط إلى ثاني متوسط باختلاف عدد التغيرات الفسيولوجية اللي بتصير بجسم الإنسان. لكن هل تعتقدين أنه هذه التجربة ممكن تطبق مستقبلا لمراحل أعلى؟ إن المرأة تدرس المراحل الأعلى؟ نعم. إحنا مجتمع مسلم وبالتالي حيكون صعب هذا الشيء، أنا من وجهة نظري الشخصية. طيب إذا أنت مجتمع مسلم برضو اللي معارضين اليوم يقول لك أنا ما أبغى الطفل عندي يبرز بأول عمره وقدامه معلمة، هذه وجهة نظر موجودة، قدامه معلمة وبجنبه فتاة لما يوصل ثالث ابتدائي وعمره خمس سنوات. بس الفصول منفصلة، فصول أنا أنقل لك وجهة نظر، أنا أنقل لك وجهة نظر. صح، معلوماتهم هي فصول منفصلة من ناحية الجنس، الأولاد لهم فصول، بنات لهم فصول، ما خلطناهم. الاختلاط بس في قضية إنه المعلمة. نعم. المعلمة بس. نعم. طيب معانا مبارك العصيمي. طيب الاتصال مو جاهز. وش أفضل الأساليب والسبل اليوم؟ أنت قلت إنه فيه دكتورة ممارسات تمت اليوم في بعض الدول لتجارب مشابهة. وش أفضل الممارسات اللي تمت بالفعل في هذه الدول واللي اليوم إحنا استقينا منها وحاولنا نطبقها عندنا؟ من الحاجات اللي إحنا متأملين أن تتحول لفصول الصفوف الأولية أن تكون أقرب في بيئة صفية لرياض الأطفال، من حيث الأركان التعلمية، اللعب، التعلم عن طريق اللعب. إحنا متأملين أن البيئة تتغير من كراسي وصبورة إلى مراكز تعلم جوا الصف، تدخل مكتبة الصف، تدخل ركن بحث اكتشاف، أن يلطف البيئة لتتناسب مع احتياجات الطفل. هذه بس هذه من ناحية البيئة. بنتكلم عن المنهج، احنا محتاجين ننظر لكله أنه طرق التدريس تكون مناسبة لقدراتهم العقلية وطريقة تعلمهم، الطريقة الحسية في التعلم أكثر من المجردة. أنه ممكن أيضا ننظر إلى الفترة الزمنية الطفل اللي جالس فيها على الكرسي، هذه تبي بعد إعادة نظر. وفي تجارب ناجحة على فكرة في المملكة عندنا، ما احتاج النظر برا، كلها نظرت إلى الطفولة المبكرة وسيست أو عادت تصميم البرامج لتتناسب مع هذا بهذه الخصائص. اليوم تعتقدين أنه هذه التجربة ممكن تعمم عندنا في المملكة وتجد رواج أو تجد قبول عند الناس، ممكن الناس تقبلها؟ اللي هي تجربة الدمج؟ نعم، صدر القرار وراح تنفذ، لأنه أصلاً لنا عشر سنوات تقريباً أدنى شيء أنه حاصلوا وعملوها ونجحت، فمو بشيء الحين هي تجربة ولا تخبط، هي مطبقة، طبقت، درست، تم تقييمها وجدنا هنا. طيب اسمحيني نسمع من مبارك العصيمي ويمكن يكون عنده رأي يضيف لنا. أستاذ مبارك مساء الخير. مساء النور، أهلا بك أخي جمال. يا مرحبا، حياك الله أستاذ مبارك. أبغى تقييمكم أنتم في وزارة التعليم لأول مدرسة طفولة مبكرة حكومية اليوم، كيف تقيمون التجربة؟
في الواقع هي هذه التجربة هي للتقييم. يعني هذه الخطوة الأولى، وإلا القرار كان صادرا على أساس أنه يبدأ بهذه التجربة العام القادم إن شاء الله. لكن هذا المقر الذي أصبح جاهزا وقابلا الآن لإضافة الفصل واحد إلى المرحلة رياض الأطفال، نفذت فيها تجربة من أجل معرفة ما إذا ما كان هناك عوقات أو ملاحظات يتم تلافيها. وإلى القرار أصلا كان التوجه فيها أنها تبدأ من العام القادم إن شاء الله. تتضمن فتح مدارس جديدة العام المقبل؟ هي الفكرة حقيقة توجه هذا موجود في الوزارة من فترة طويلة، وعام 2017 صدر قرار مع الوزير تشكيل لجنة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة. طبعا إذا تحدثنا عن الطفولة المبكرة نتحدث عن تمهيدي 2 وتمهيدي 3 مع الصفين الأول والثاني الابتدائي. وكانت طبعا اللجنة برئاسة الدكتورة هيا العواد وكيل الوزارة ومع مجموعة حقيقة من الجهات اللي لها علاقة بهذا الموضوع ورفع تقريرها لمعالي الوزير، وأقر حقيقة أنه يبدأ بهذا الموضوع العام القادم إن شاء الله. وتعرف أنه يعني مثل هذه المشروعات تحتاج إلى تهيئة المباني، تحتاج إلى تهيئة ويترتب عليها حقيقة التغيير في توزيعات المعلمين والمعلمات، تحتاج أيضا إلى أنك عندما تضم الصف الأول والصف الثاني إلى رياض الأطفال معناته أنك ستغير أيضا في تشكيلة المدارس البنين وفي أيضا خريطة المعلمين. هناك أشياء كبيرة حقيقة ستترتب على هذا القرار. فالوزارة عملت خلال فترة على أساس أنها تدرس هذه الأمور بكل جوانب، وضمن اللجنة حقيقة أيضا وكل الوزارة للمباني، وعلى أساس أن تكون هذه الأمور كلها متكاملة. يعني هذه المدرسة التي وضعت أعلن عنها الأسبوع الماضي هي جاهزة من حيث المبنى للتجربة، فوظيف الصف الأول للبنين لتمهيدي 2 وتمهيدي 3 فصلين طبعا منفصلين، فصل للأبناء وفصل للبنات، وأسند التعليم إلى الزميلات المعلمات. والآن هذا تحت المتابعة لمعرفة ما إذا كان هناك أمور تحتاج فعلا إلى معالجة وملاحظات يمكن ترتيبها على بدء العام القادم، لكن القرار هو في أساسه هو العام واضح. طيب أستاذ مبارك، أنتم اليوم قلت أنه هذه التجربة هي بالأساس هي تجربة للتقييم، وبالتالي أعتقد صحح لي أنكم متوقعين نتائج معينة من خلال هذه التجربة، إما من خلال دراسات أو من خلال توقعات من خلال هذه المدارس. هل هناك توقعات فيما يخص النتائج من هذه المدارس؟ هل هناك توقعات محددة من هذه المدارس؟ بطبيعة الحال أن مثل هذه الأشياء ويبنى عليها المرحلة العمرية وخصائص المرحلة العمرية، وكون الآن الصف الأول هو حديث عهد بهاتين المرحلتين اللتين يضم إليهما، يعني هو خريج التمهيدي 3 فهو قريب حقيقة وجاء من البيئة نفسها، وعندما تضاف حقيقة هاتين المرحلتين إلى رياض الأطفال فعهده قريب حقيقة بإشراف المعلمات، وبالتالي دراسات وأيضا حتى تجارب بكثير من الدول من الصفوف المراحل الأولية في المرحلة الابتدائية تسند إلى المدارس التي يتولى التعليم فيها معلمات، ونتائجها جيدة حقيقة. ليش نتائجها جيدة؟ ربما يكون يعني لأمور قد تتحدث عنها الدكتورة حقيقة بحكم أنها هي تحدثت عنها الدكتورة هي تحدثت عنها يا أستاذ مبارك، قالت أنه النتائج اللي تخرج دائما من قبل المعلمات أو السيدات اللي يعملن في قطاع التعليم هي دائما أقوى من النتائج التي يقوم عليها معلمين رجال. هو هذا الانطباع الموجود، وهذه النتائج التي توصلت إليها الوزارة، وهذه النتائج من الدراسات التي رصدت والتجارب التي تابعت الوزارة وتعرضت عليها، أنه فعلا أنه أثر المعلمة في هذه المراحل العمرية أكثر حقيقة من تأثير المعلمين، ليس تقلا فيما يقدمه الزملاء، هناك معلمون ناجحون في هذه المراحل حقيقة وقدموا فيها إبداعات رائعة، لكن أنا كما ذكرت لكم الآن الصف الأول هو قريب عهد بتمهيدي 3 وقريب البيئة وقريب أيضا مع المعلمة، فهي امتداد. واضح. الأستاذ مبارك العسيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك. الدكتور أنا عندي سؤال أخير بس فيما يتعلق في بهذه المدارس، وأعود فقط لموضوع المناهج. قبل فترة ظهر وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى وتحدث عن التعليم أو إدخال مناهج جديدة نقدية
يعني ترتبط بشكل مباشر بالتفكير النقدي. هل تعتقدين أنه مثل هكذا مناهج من المهم جدا أن تكون موجودة في الصفوف الأولية، طرائق التدريس لهذه المناهج، هل تعتقدين أنها بالفعل ستجد على أقل تقدير حاضنة لدى الناس أنها تتقبلها وتتعاطى معها؟ يمكن تتفاجأ لو قلت لك أصلا هذا التفكير الناقد ممارس في رياض الأطفال من 30 سنة. إحنا في رياض الأطفال نمارس هذا الشيء. بس وش نوع التفكير الناقد اللي موجود؟ مثلا كلمة لو لم، ماذا لو، إحنا دائما نطرح الأطفال هذا السؤال. نطلب من الأطفال أن يتفكر ويتمعن وينظر للأمور من جميع الجوانب تتطلب التفكير الناقد. فإحنا إذا كنا مدربين الأطفال في رياض الأطفال عليها فمن باب أولى، الطفل في الصفوف الأولية والصفوف العليا ومتوسط التنمية قادرين عليها. والأمر بسيط، لكن من جد من جد مهارة التفكير الناقد مهارة جدا مهمة، خاصة إحنا نظرنا أنه كثيرا ممن ضاع من أولادنا كان وراء الانسياق دون تفكير، دون تفكير ناقد. هذه خطرة صعبة، لازم يكون فيه نوع من التفكر في الأمور والنظر إليها من جميع الجوانب والنظر من الجوانب الغير واضحة، وهذه مهارة تبدأ منذ الصغر. هذا الجانب بالفعل انت تجدين له صدى؟ بالفعل انت، انا لاني شفتها ناجحه في رياض الاطفال فانا متاكده انها بس ماذا ولو يعني وش علاقتها بالتفكير الناقد؟ احنا لما نقدم للطفل قصه مثلا على سبيل المثال، اي عندما نطرح قضيه معينه ونطلب من الطفل التفكر في هذه القضيه من زوايا اخرى، هذا مناهج حاليه في رياض الاطفال؟ اي نعم، وبحكومي من 30 سنه خاص هذا. ومن 30 سنه احنا نطبق حكومي أو حكومي. أنا كبرت يعني ما لا كبرت ما أعرف يعني ما... حكومي على فكرة بقول لك الحاجة يا ربي لك الحمد، من 30 سنة تم تطبيق منهج التعلم الذاتي اللي هو حدث أحدث في رياض الأطفال في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية، وتصدرت المملكة دول العالم العربي كله في رياض الأطفال لأنها قدمت منهج جديد مناسب لخصائص النمو وعمل ثورة وكان جدا جميل وأصبحنا قدوة لدول الخليج قلدتنا عملتنا لحقت بنا. طبعا إحنا هذه الأساليب ما زالت ناجحة، المنهج في طريقة للتطور أكثر وأكثر، لكن أساليب التدريس ما زالت ناجحة التي مورست منذ 30 عاما وإلى يومك هذا. أي بالضبط، أنا كنت بقول لك دكتورة أنت تتكلمين عن مناهج يعني محدثة لكن تتكلمين عن طرائق تدريس قديمة، لكن هذه طرائق التدريس ناجحة وما زلنا ننظر إلى أنه ممكن ندخل فيها الأفضل أيضا. رغم الانتقاد اللي يجي أنها لا زالت تمارس التلقين وأنها لا زالت، لا هذا مو بالمنهج المطور، هذه المناهج هذه المدارس الرغبات الأهلية اللي رضخت لضغوط الأهل اللي قالوا لازم يطلع لي يقرأ ويكتب وما يهمني الطريقة. فإحنا شفنا روضات تجارية للأهلية، الحصة الأولى حصة ثانية حصة ثالثة حصة رابعة، متى كان رياض الأطفال يأخذ حصص؟ الحكومي ليس كذلك، الحكومي فترات تعلمية يتعلم الطفل بالدرجة الأولى عن طريق اللعب وعن طريق التعلم الذاتي. فإحنا عندنا فجوة كبيرة ما بين الروضات الأهلية والروضات التجارية، عذران مشكلة الأهلية التجارية منها والروضات الحكومية. سؤال الأخير لك دكتورة، هل تعتقدين أنه الطفل أو الطفلة اللي اليوم راح يتخرج من مرحلة ثالث ابتدائي ويتجه لرابع سيواجه صعوبة اليوم بعد أن يتخرج من مدرسة حكومية مختلطة؟ لا أتوقع ذلك. ليش؟ طفل عندما يخرج من ثالث ابتدائي إلى رابع فهو تقريبا حيكون عمره 8 سنوات 9 سنوات، الذات عنده بتكون أقوى، الاستعداد النفسي عنده أقوى، قادر على مواجهة التغيرات بشكل أقوى من لو كان من رياض الأطفال إلى أولى. هذه النقلة اللي عاملة الصدمة عند أطفالنا، من رياض الأطفال إلى أولى ابتدائي تغير كامل 180 درجة، وهذه أصعب من انتقال الطفل من ثالث إلى رابع. وين وجه الصعوبة بس؟ لأنه هنا 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 هو صغير يعني ممكن يتقبل إنه ينتقل المجتمع كامل كله رجال، التركيبة النفسية لا تهيئ له ذلك، لكن في رابع ابتدائي عنده أقوى، أصبح أقوى، عنده التهيئة النفسية الكاملة، عنده التهيئة نعم ومتقبل أكثر. الدكتورة سارة العبد الكريم أستاذ مساعد بقسم الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود، الحديث حول أول مدرسة حكومية مختلطة في تبوك، و
الفوائد اللي نتوقعها اليوم من هذا النوع من المدارس والتجارب اللي اليوم طبقت. شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا لك على حضورك معنا. وشكر كذلك أستاذ مبارك العصيم الذي شاركنا الحلقة. فاصل ونعود. للمرة الثانية تقام وبدعم من الهيئة العامة للترفيه فعالية طلعة شتوية في الرياض، والتي توافد عليها الآلاف من الزوار للاستمتاع بروعة الأجواء الشتوية. نتابع تفاصيل أكثر في تقرير مشعل مفيعي. آلاف الزائرين حطت أقدامهم فعالية طلعة شتوية، والتي تقام بدعم من الهيئة العامة للترفيه، مبرزة روعة هذا الفصل الجميل من خلال جلسات الشواء والتسامر حول مواقد التدفئة. بالإضافة إلى ممرات الفعاليات، هناك الفرق التي تقدم العروض الحية يتفاعل معها الزوار، كذلك مناطق الفنون والرسم بمختلف أنواعه. وتتضمن الفعاليات أركانا متنوعة، يمكن للزوار شراء أفضل المنتجات والمعروضات منها. وفي المسرح الروماني تقدم فرقة فرانك أمتع أغاني الجاز لحقبة الأربعينات إلى التسعينات، كما تدندن فرقة الكوخ أجمل المعزوفات الطربية الخارجية، بالإضافة إلى مخيم شتوي خاص في منطقة خصصت للأطفال. مشعل مفيعي، يهلا. ختام فقراتنا لهذا اليوم، السلام ختام، يا هلا، إلى اللقاء.